السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ماجيك 3D. كلنا انبهرنا بالفكرة إن أنا أكتب حاجة هو يبدأ يرسمها. دلوقتي نفيديا عاملة إن أنت تكتب الحاجة يبدأ يرميها لك 3D، يعني مجرد بس تكتب عايز أشوف ضفدع قاعد على المية يعملها لك 3D بالشكل دوت. اكتب له بس آيس كريم يعملها لك، طاووس يبدأ يرميها. كل الحاجات دي 3D بتتعمل في ثواني.